ارحب بكم مشاهدينا الكرام اجمل ترحيب في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من كردستان. اخذناكم هذه الحلقه الى مدينه دهوك، هذه المدينه الكبيره اللي شملت وجود مشاريع عديده قامت بها حكومه اقليم كردستان، يعني مشاريع كبيره وكثيره. من ضمن هذه المشاريع اليوم احنا في مشروع شارع او جادي بارزان، شارع بارزان اللي يعتبر من اهم المشاريع التي انجزت في المرحله الاولى طبعا لهذا المشروع تقريبا انجز. راح ناخذكم ويانا في تفاصيل اكثر لمعرفه شارع بارزان، لكن بعد التقرير نرجع لكم. خليكم معنا. في إطار جملة المشاريع والخطط التنموية والخدمية التي تشهدها عموم محافظات ومدن إقليم كردستان، شرعت الحكومة التاسعة للإقليم برئاسة مسرور بارزاني بتنفيذ مشروع طريق بارزان في محافظة دهوك، والذي يعد الأهم لما له من مساهمات ستعمل على تسهيل حركة المرور وتقليل الزحامات والحوادث إلى حد كبير. المرحلة الأولى من مشروع طريق بارزان تمثلت بإنشاء جسر ونفق وانعطافة على شارع بارزان داخل مدينة دهوك، وما زال العمل قائماً للانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع. كلفة إنشاء طريق بارزان في محافظة دهوك بلغت 13 ملياراً و150 مليون دينار. بواقع عمل مستمر حددت مدته الزمنية للإنجاز وبحسب تقديرات المختصين ب450 يوماً. حتى الآن بلغت نسبة إنجاز المشروع أكثر من 70%، على أن ينتهي مشروع طريق بارزان بالكامل خلال شهر شباط 2024. وقد ساهم مشروع طريق بارزان في توفير فرص العمل للعاملين في مجال الطرق والجسور، إضافة إلى خلوه من الإشارات المرورية، ما يعني تقليل نسب الزحامات بعد الانتهاء من المشروع. جدير بالذكر إلى أن الحكومة التاسعة تولي أهمية كبيرة لقطاع الطرق والجسور، وفي هذا السياق تم إنجاز العديد من المشاريع في مدن وبلدات إقليم كردستان، وهو ما يؤشر إلى وجود نهضة عمرانية واضحة، فضلاً عن تنشيط الجانب الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة. إذن أعزائي المشاهدين، بعد التقرير اللي شاهدناه اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ نوروز أحمد، المدير التنفيذي لمشروع شارع بارزان. مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ نوروز، حدثنا عن مشروع شارع بارزان. أنتم الآن أنجزتم المرحلة الأولى، أحب تتحدث لي عن تفاصيل هذا المشروع من البداية إلى الوقت الحالي. مشروعنا في المرحلة الأولى، والمشروع أندرباس وأوفرباس والمجرد الخدمي 6000 متري، وفي هذه المرحلة نحن لدينا يوتيرنين اثنين. اليوتيرن الأول يقع مقابل مطعم كافيركي، واليوتيرن الثاني يقع مقابل مطعم شندوخة. وهذا المشروع قطع مرحلة جيدة. في يوتيرن كافيركي تم تبليط مطب لتخفيف السرعة فيها، وفي الأسبوع المقبل سنقوم بتبليط المطب الثاني التابع لمطعم شندوخة، أي أننا في المراحل النهائية من المشروع. نحن كشركة كافين جروب، وهي الشركة المنفذة للمشروع، نوضح لكم أننا في المراحل الأخيرة للمشروع، وفي الشهر الثاني عشر ولغاية الشهر الأول من العام 2024 سينتهي إنجاز المشروع. أهمية هذا المشروع أستاذ نوروز، ما الذي سيضيفه لمدينة دهوك؟ يعني مثل هكذا شارع وفي هذه المواصفات اللي تحدثت فيها جنابك. أجبني عندك ودجانية كده بوجيري. الهدف من المشروع أنه يعطي جمالية لمدينة دهوك في شارع بارزان. توجد إشارة ضوئية واحدة فقط، وإذا أكملنا هذا المشروع 100%
لن يبقى تقاطع فيه إشارات ضوئية، أي أن الطريق من دهوك إلى زاخو ينعدم فيه هذا التقاطع. يعني من المواضيع المهمة اللي راح يضيفها مشروع جادة بارزان أو شارع بارزان أنه هاي المسافة كلها ما بيها ترافيك لايت، يعني خط سريع، وكو خط سريع يعني. بلى خط سريع. فهذا كله راح يسرع طبعاً المواصلات، راح تكون يعني ماكو ازدحام، راح يخفف من عملية الازدحام الموجودة، وبنفس الوقت الطريق يكون سالك طبعاً مع وجود نظام الرادارات والكاميرات وما شاكل ذلك. بالنسبة للمواد الحديد وغيرها، من جبتوها؟ يعني هل هي يعني داخلية الصنع المنشأ أم يعني استوردتوها؟ طبعاً داخلية. وكادر جهمي داخلية، ما تشوف كادر. نعم، الكوادر جميعها من داخل البلاد، ولا يوجد لدينا أي كوادر من خارج البلاد، وجميعهم من الداخل. كانت لدينا خطة أن نكمل المشروع في الشهر العاشر من العام الماضي، ولكن لا ننوي أن نسبب ازدحاما شديدا، لذلك قمنا بتمديد مدة المشروع لكي لا نكون سببا في إزعاج المواطنين، لأنه على سبيل المثال كل جسر يحتوي على 3 جدران، لو كنا نقوم بالعمل في الجدران 3 سوية كان يؤدي ذلك إلى زحم كبير، لذلك قررنا تمديد عملنا وقمنا بإنجاز كل جدار على حدة، وهذا كان السبب في تأخر إنجاز المشروع لشهر آخر، ولقد صرفنا مبالغ أكثر في سبيل عدم إزعاج المواطنين. يعني أكيد لكل مشروع هناك عوائق، يعني ما أبرز العوائق اللي يعني صادفتوها في مشروع شارع بارزان؟ أنت تعلم بأنه هناك عوائق قبل تنفيذ أي مشروع، مثل تأمين كيبلات الكهرباء وكيبلات للإنترنت وأنابيب المياه وأعمدة الكهرباء. لقد عملنا أشهرا عدة على نقل هذه المواد. مبدئيا متى سيكون هناك، ستبدأون بالمرحلة الثانية يعني بحسب التقدير؟ بالنسبة للمرحلة الثانية، وهذا يتعلق بعقد البلدية ولا علاقة له بالشركة، نحن كشركة منفذة لدينا عقدنا، وإن شاء الله لم يبقى الكثير لتكملة هذا المشروع في شهر كانون الثاني للعام 2024. مستنور الزور سباس، شكرا جزيلا. إذن أعزائي المشاهدين، طبعا التفاصيل الأولى للمرحلة الأولى التي يعني شبه انتهت فيما يخص مشروع جادة بارزان أو شارع بارزان في مدينة دهوك، حدثنا عنها الأستاذ نوروز أحمد، أو أكيد سيكون هناك لقاء آخر مع ضيف ثاني لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، أخذناكم الهسة إلى موقع العمل الجاري على قدم وساق فيما يخص مشروع جادة بارزان شارع بارزان. مثل ما تلاحظون الآن يعني العمل مستمر 24 ساعة. جينا إلى اليوتيرن أو المنعطف أو الاستدارة اللي تربط شارعين سايدين عفوا. ينضم معي الآن الأستاذ بابكر، مهندس المشروع أو رئيس لجنة الإشراف على مشروع جادة بارزان. أستاذ بابكر، يعني ممكن تحدثنا بتفاصيل حول مشروع بارزان، أهمية هذا المشروع حتى الآن، ما الذي تم إنجازه؟ هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كردستان الذي يتم تنفيذه في دهوك. هذا المشروع يكون سبباً رئيساً لإزاحة وإزالة بعض التقاطعات الضوئية في شارع بارزان،
أي أن من ينوي السفر من إبراهيم الخليل إلى أربيل سيواجه تقاطعاً ضوئياً واحداً في الشيخان. من دهوك إلى إبراهيم خليل بدون ترافيك لايت. إبراهيم خليل حتى من دهوك إلى أربيل سيبقى تقاطع ضوئي واحد وهو ترافيك الشيخان فقط. طبعاً هذا راح يربط بين المدن يعني بشكل كبير، راح يفرق حتى المسافات، يقلل المسافات. طبعاً جادة بارزان إكس جادة سراكية باشا. طبعاً شارع بارزان من الشوارع الرئيسة في مدينة دهوك، وهو الشريان الرئيس لمدينة دهوك، وهذا المشروع يعالج أزمة الازدحام إلى حد جيد ويؤدي إلى إزالة التقاطعات ويسهل للمواطنين التنقل بصورة يسيرة. طبعا التفات حكومة إقليم كردستان الكابينة التاسعة لتوسيع مدن إقليم كردستان من خلال الإنجاز الخدماتي الذي صار واقعا ملموسا يعني، وبالأخص في توسيع المدن وشوارع المدن وربط مدن الإقليم ببعضها من خلال هذه الشوارع الرئيسية من ضمن هذا الشارع بارزان، يعني لن يكون هناك ترافيك لايت أو تقاطع الطريق سالك بشكل مباشر بدون أي توقف. طبعا سيكون هناك نظام رادارات ومراقبة بالنسبة فيما يخص السرعة. أكيد رادارات هاي مراقبة كباش تذكرن بس تسهيلات نشون جلق. بالتأكيد هناك نظام رادارات وتكون المراقبة جيدة، ولكن عملية التنقل ستكون جيدة جدا وتعالج مشكلة الازدحام بصورة واضحة، وهذا المشروع من ضمن المشاريع التي اهتمت بها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان ووزارة البلديات والسياحة، والتي تنفذ من قبل شركة كافين جروب التي تشرف عليها رئاسة بلدية دهوك. يعني حتى هذه اللحظة يعني نسبة الإنجاز في هذا اليوتيرن، يعني ما المتبقي يعني حتى ينجز بشكل كامل، يعني أنا أشوف يمكن بس هاي المرحلة. بلى لكن مشروع عام هيك حسابتي. نعم تقريبا بالنسبة لكلا المشروعين فلقد أنجزنا منه هنا نسبة 70%، ولكن في المشروع الآخر تقل نسبة الإنجاز لأنه نفس المشروع وهو موحد ويحتوي على استدارتين. يعني قبل المدة المحددة أنجزت نسبة كبيرة. شركة خدانشيانة إمكانياتها هاي. إن شاء الله الشركة لها إمكانيات جيدة والعمل مستمر فيها، ولكن الظروف الجوية يمكن أن تؤثر على تأخير إنجاز المشروع مثل الأمطار والثلوج. ماكو عوائق واجهتكم؟ خد عوائق خبون بس فأكثرية تحلوا. كانت هناك عوائق ولكن عولجت أكثريتها، وذلك للتعاون المستمر من قبل السيدين محافظ دهوك ورئيس البلدية اللذين كانا لهما دور هام في معالجة تلك المشكلات. الحمد لله والآن يسير العمل بشكل جيد. ممنون أستاذ بابكر، شكرا جزيلا لهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في إنجاز المزيد من المشاريع. إذن أعزائي المشاهدين، يعني شبه أنجزت المرحلة الأولى من مشروع شارع بارزان. هذا المشروع يعني ما زال العمل به مستمر للمرحلة الثانية. فيما يخص المرحلة الأولى مثل ما شاهدتوا تقريبا نسبة 80% أنجز من هذه المرحلة. أكيد راح نتواصل وياكم لمعرفة المزيد، ستنضم معي أو ينضم معي أحد الضيوف لاحقا، لكن بعد الفاصل نرجع لكم، خليكم هنا. بعد الفاصل رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، ما زلنا وإياكم في مدينة دهوك لتغطية هذا المنجز الكبير، منجز شارع بارزان. تنضم معي الآن السيدة جيهان محمد المهندسة
في هذا المشروع. سيدة جهان مرحبا. مرحب يا هلا. مشروع كبير وضخم يعني، الله يعينكم طبعا في هذا المشروع وهذا العمل الجبار. أحب أنه نعرف من خلالك أهمية مشروع شارع بارزان. هو شارع بارزان شارع مئة، شارع استراتيجي يتواصل من زاخل أربيل ويستقيم، بس المشكلة كان عليه إشارات مرورية كثيرة وازدحامات كثيرة سابقا وكل شوية تقل بوجود هاي المشاريع، تنفيذ هاي المشاريع، المجسرات الأوفر أندر باس، هاي المجسرات راح تقل من الزحام المروري، الزخم المروري بشكل واضح وجيد جدا. أها. إن شاء الله. يعني أيضا تقرب، يعني تكون المسافة صارت قريبة بين مدن إقليم كردستان، ربط المدن مع بعضها بواسطة شارع. المسافة مو المسافة تقل، المدة الزمنية راح تقل. أها. لأن الإشارات المرورية راح تقل، إشارة هاي خنزيخانة بنافي بنافي أويل، يعني المسافة اللي كانت مثلا ساعة راح تصير ثلاث أربع ساعة المدة الزمنية أقل بالضبط. هذا قصدي. الإشارة المرورية الوحيدة اللي راح تبقى هي اللي بشيخان، يعني العفو هي الشيخان، تقاطع مع الشيخان هو راح يظل، بس هو هم إذا غير هذا إن شاء الله مع مرور الزمن والمشاريع القادمة تجي هي هم راح تنشال. أه. إن شاء الله إذا غير مشاريع تتنفذ بالأقليم هي هم تنشال وتصير طريق واحد من زاخل أربيل. تقريبا قد عدد العاملين في هذا المشروع يعني؟ والله يعني يتراوح العدد من حيث الشغل، مثلا مرات يكون الشغل كثيف أيام الأسبوع، يعتمد على الأنواء الجوية مثلا. أنتوا صيف شتاء بدون توقف؟ بدون توقف. وهي شركة تشتغل يعني 24 ساعة، فتبقى مرات بالليل يشتغلون عادي، الصبات تبقى بالليل حسب الشغل، حسب نوع الشغل. هاي الجردرات اللي انحطت بالليل انحطت على مود لنقطع الطريق، على مود هيجي ساعة اثنتين بالليل، يعني تراعون أهل دوك، أهل مدينة دوك أكيد، فيما يخص لأن هو شارع استراتيجي ويربط بين جميع أطراف دهوك تقريبا، لذلك نحاول قدر الإمكان أنه ما نسد الشارع كليا. هاي الجردرات اللي تم صبها مسبقا بشيخان نقلوها ونصبوها بالليل، يعني تقريبا ساعة اثنتين بالليل واحدة بالليل، حتى الازدحام يكون قليل، ومن يسدون الشارع حتى لا يأثر على المواطنين، لأن ذاك الوقت الازدحام المروري قليل جدا. نوعية المواد اللي المستخدمة، التسليح، الصاب، كلها ذات يعني المنشأ داخل إقليم كردستان، يعني ما اعتمدتوا على المستمر؟ أغلبيتهم غير إذا مثلا أكو مواد أصلا ما عندها مصانع هنا، غير هذا كله يتصنع بإقليم كردستان وكله هاي كواليتي وكله يسوي، بس يجيبوه الشركة تجيبه، إحنا نودي للمختبر فحوصات كاملة، تيستات كلها ينعمل عليه، بعدين يلا نستخدم المواد، ما نستخدمها بدون أي مواد من هذولا، ما استخدمناهم غير ما طلعوا نتائج الفحوصات. بعد نتائج الفحص يلا نستخدم بالضبط بالعمل بالضبط. المدة الزمنية المتبقية تقريبا للمرحلة الأولى حسب ما افتهمت أنهم ما بقى شيء، يعني ما بقى شيء كثير، لأن أشهر. مثل ما تشوفون خلاص صرنا بمرحلة عالية، يعني علينا كل شيء، المجسمات كلها انبنت، الصبات كلها انعملت، يعني بقى بس الربط، فشيء قليل جدا، يعني احنا هواية خرجنا من مرحلة ترابية وإزعاج المواطنين بشكل عام. ما لاحظت أكو عندكم بالمشروع مهندسين أجانب أو من هذا؟ كل المهندسين هم من إقليم كردستان أغلبهم؟ كلهم بالضبط. ما جبتوا مثلا أبدا ناس من برا يعني؟ عندنا ما شاء الله عندنا طاقات وعقول هنا يمكن أكثر من أي بلدان أخرى، بس العمل إذا صار العمل وإذا صارت تنفذت هيك مشاريع كلهم أكيد راح يشتغلون، كلنا
أولاد أقليم وكلنا بدنا نشتغل هنا، واللي من قبل الحكومة واللي من قبل الشركة ماكو غرباء بيننا. نسبة الإنجازات اللي حققت في هاي السنوات الأخيرة كانت كبيرة جدا على مستوى مدن إقليم كردستان، الإنجازات الخدمية يعني. خدمية بالضبط. البناء، المشاريع ما شاء الله على الرغم من كل الظروف يعني. بالضبط، رغم صعوبة الظروف والوضع المادي للبلد كاملة، كل مدى المشاريع دا تتنفذ ودا نحاول نتحدى الصعوبات قدر الإمكان. كسبتوا يد عاملة محلية طبعا، اعتمدتوا على يد العاملة المحلية يعني. هذا أيضا ساعد من خلق بيئة توازنية فيما يخص الاقتصاد. بالضبط. يعني بالضبط. العامل يعني إذا الموظف ما عنده راتب فالعامل على الأقل يقدر يحصل رزقه من خلال مشاركته بمثل هذه المشاريع. مو يعني مو كل من راح يحصل مهنة حكومية. لذلك إذا مشاريع مثل هذا المشروع وغير مشاريع معامل تنعمل، كل من حسب تخصصه حسب مهارته راح يلاقي له شغل، بس تبقى إن شاء الله الوضع يصير أحسن من جيد إلى أحسن إن شاء الله. فهذا راح أكيد راح يأثر على شغل المواطنين، على كسبهم، على كل شيء. المشاركة المرأة يعني في المشاريع اللي تصير في إقليم كردستان مشاركة كبيرة يعني. طبعاً أكيد يعني موجودة. ما شاء الله ماخذين حيز كبير يعني. في موجودة. في مجالات العمل هي صعبة. موجودة. مو صعبة. صعبة. حتى واحد يكون صريح، مو صعبة، بس تبقى على البيئة اللي حواليك، الناس اللي حواليك، إيش قد البيئة اللي تشتغل بها متساهمين، ويعني ما شاء الله جماعة ما حد ما يقصر. كلهم اخوان ويدعمون يعني بالمعلومات بالشغل، مساعدين بكل يعني كل ما يتعلق بالامر. غير هذا اذا طموح موجوده راح تفوت باي شغل. ما شاء الله عليكم يعني دور المراه في إقليم كردستان دور كبير يعني. تشوفها موجوده مهندسه مشاريع، تشوفها قاضيه، تشوفها طبعا بالمحكمة يعني تمارس المحاماة، في كل مجال هي موجودة. هو المجالات الأخرى ما أقول سهلة طبعاً، كل من إلى دورة بالمجتمع بالشغل اللي يشتغله، بس خاصة بالهندسة صعبة، لأن هذا العمل عمل جهد، ينراد له جهد كبير، فهذا الشيء يخلي صعوبة أكثر على المرأة. لذلك دا أقول لك صعب، مو صعب لأن أحكي كمجتمع، أحكي كشغل، كنوع الشغل، كطاقة يعني تبذل فيه، ينراد له طاقة، ينراد له وقت. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يخليك. تسلم. أنا جدا سعيد بلقائك. أنا الأكثر بالعكس. جهاني إن شاء الله أن لقاءات أخرى في مشاريع أخرى وتكونون تكونين موجودة والأساتذة إن شاء الله. إن شاء الله. زور الصباح. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. أهلا. فاصل ونرجع لكم، خليكم ويانا. بعد الفاصل رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين. ينضم معي الأستاذ إسماعيل مصطفى، مسؤول إعلام بلدية دهوك. مرحبا أستاذ إسماعيل. أهلا بكم بدهوك. ما شاء الله على دهوك وعلى هاي المشاريع العملاقة والكبيرة يعني. نعم. حدثنا عن أبرز المشاريع بالإضافة إلى مشروع شارع بارزان في دهوك. طبعا تعتبر هاي المشروع من المشاريع المهمة والاستراتيجية لمحافظة دهوك، يعني هو الشريان الرئيسي وشارع رئيسي لدهوك، تعتبر ترتبط أقليم ويا الدول الجوارة وتركيا. فهاي مشروع كلش استراتيجي، راح يقلل نسبة الزخم المروري في دهوك. وكذلك عندنا كابينة التاسعة، عندنا مشاريع كلش هواي بدهوك انجزت. أبرز المشاريع اللي انجزت يعني المشاريع المهمة، اكو كان النفقات والشارع الرئيسي اليوتيرنات على شارع بارزان من دخلنا النفق الرئيسي. اي نعم، انشات كل الاضويه المروريه اللي قبل كانت هالشارع، وهو كان مشروع كلش كبير. عندنا مشاريع
لهالسنة أهم مشاريع مهمة بكلفة أكثر من 25 مليار دينار فقط هاي السنة مشاريع نعم. أنجزت بكلفة نعم. 25 مليار ده تنجز مرحلة الإنجاز يعني. بمراحل يعني نعم. الإنجاز نعم. لم تنجز بعد يعني هي منجزة بس يعني مكملة نعم أضافت هذه المشاريع المنجزة أو التي هي في قيد الإنجاز جمالية لمدينة دهوك إضافة إلى جمال المدينة يعني وسعت حتى الشوارع توسعت المدينة توسعت هي المدينة دهوك توسعت يعني تقريبا في حاليا في حدود 46 حي أو حي سكني فالأحياء السكنية الجديدة تحتاج إلى خدمات بلدية من شوارع من باركات أو الحدائق فالبلدية مهتمة بكل جانب الحياة اليومية للمواطنين عملكم في بلدية دهوك يعني نسبة الإنجازات ونسبة اللي طلب المواطن يعني المواطن دائما يحتاج إلى المزيد من المشاريع يعني هل هناك توازن بالانس صار يعني بين ما يطلب المواطن وبين المنجز يعني هل حققتم الطموح لما تصبون إليه أم أن هناك لديكم خطط مستقبلية؟ صراحة احنا ما واصلين الطموح اللي احنا نريده بس راح نحاول حسب الإمكانيات أو حسب الميزانية لدى بلدية دهوك تنجز المشاريع المهمة للمواطنين يعني طموحنا أكثر صراحة شنو اللي ببالكم خطط تضاف أو طبعا في مشاريع البلان يعني طبعا أكيد خليتوا بلانت نعم نعم مشاريع خدمية عندنا خطط مشاريع خدمية وعندنا خطة ل مشروع البارك العام دهوك حدود 900 دونم حسب بمراحل مال يعني عملية الإطفاء وقبل فترة هم صارت عملية تهجير بنفس البارك بس بعد ما بادين بها تعتبر هاي أو الحديقة العامة لدهوك أكبر مشروع البارك الكبير تأثر يعني. على الجو على الطقس لدهوك نعم يعني غرب دهوك هاسير تقصد على موضوع تشجير مدينة دهوك نعم تشجير يعني من المشاريع البلدية ضمنها تشجير أو ما شاء الله شفت حتى الشوارع جدا نظيفة يعني أكو متابعة مستمرة نعم النظافة تعتبر دهوك من أجمل أو أنظف مدينة أو محافظة في على مستوى الأقليم والعراق وحتى دول الجوار لأن الشركة اللي متعاقدة وياها شركة عندنا تجربة وياها شركة كلش زينة بعملها والمواطنين هم حريصين على النظافة لما يكون أكو وعي عند المواطن وأكو اهتمام من قبل الحكومة نعم لأن تظهر مدن كبيرة بحجم دهوك بهذه نعم. النظافة وبهذه المشاريع أكيد مو هي معادلة بين الحكومة أو الدائرة وبين المواطن نعم إيش قد تكون هاي المعادلة متساوية تصير النظافة أو الشغلات تصير زينة بدهوك أحسن فالمواطنين يعني متعاونين ويانا بالنسبة لنظافة الدهوك وتشوف بعيونك يعني إيش قد نظيفة ما شاء الله أنا يعني أشوف يعني النظافة طبعا الشوارع شفت عامل كلش مهم لجذب السياح للمنطقة لأن من تريد تروح على منطقة تكون نظيفة أو مدينة نظيفة حتى السواح يزداد عددهم على أو إقبال على المدينة ما يخص موضوع السياح يعني هذه السنة لربما كانت من أكثر السنوات اللي كان إقبال المواطنين من نعم. كل العراق إلى مدينة دهوك نعم نسبة كبيرة دهوك هي منطقة يعني طبيعتها سياحية نعم. وهم مركز المدينة هم تعتبر منطقة سياحية بين جبالين فيصير إقبال على السياحة لمنطقة دهوك أو محافظة دهوك المشاكل الاقتصادية أثرت على عملكم طبعاً يعني على طموحاتكم أكيد. لإنجاح المزيد من المشاريع أكيد كان عندنا مشاريع لحد الآن يعني معلقة لأن متوقفة صارت نسبة الإنجاز متفاوتة بين 30 أو 50 ومن صارت الحرب داعش والظروف الاقتصادية هاي نعم فهاي أثرت على المشاريع أكو مشاريع وقفت حدود 13 مشاريع أربيل السليمانية يعني مشاريع توقفت وعاد العمل تدريجيا احنا بدنا نحاول راح نكمل المشاريع الباقية أو المعلقة إن شاء الله وتكون دهوك بخدماتها بجمالها أكثر بوجودكم إن شاء الله إن شاء الله أستاذ إسماعيل شكرا جزيلا إليك شكرا لعملكم لبطولاتكم اللي تحققوها إن شاء الله تبقى دهوك هي
الواجهة السياحية لإقليم كردستان ولكل العراقيين. زور إن شاء الله نفتخر بهم. إذن أعزائنا المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي من كردستان، نتمنى بأنه نالت رضاكم. كنا وإياكم في تغطية خاصة حول مشروع جادي بارزان، شارع بارزان اللي يعتبر من الشوارع المهمة الحيوية اللي ربطت مدينة دهوك بمدن إقليم كردستان عن طريق هذا الشارع الكبير، يعني من حدود تركيا إلى أربيل هذا الشارع مستمر العمل به. نتمنى بأنه كنا خفيفين الظل وإياكم، ونتمنى أنه نلتقيكم في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي أنا مونس محمود وتحيات كادر العمل، مع السلامة وفافيس.